سلام. اليوم دكتور خطر ببالي سؤال، انه الواحد لما بحس بأذية وألم شو هو يلي بيتأذى جوا، او شو هو اللي عم يتألم جوا؟ هل هو الجسم العاطفي، ام هي الأنا، ام هي في شيء اعمق من هيك بخص كل الاجسام الباطنية؟ وشكرا. السؤال انه واحد بيتعرض لمشاكل بتلاقيه بيتألم، واحد بيهينه، بيصير في أفكار معينة بتألمه، مشاعر بتخترقه، شو اللي بيتألم بداخله؟ هلق إذا جينا نحن نقيس هالموضوع على حسب المثل والمثالات، الجسم المادي كيف بيتألم؟ بيتألم الجسم المادي لأنه في نواقل عصبية للألم نتيجة ضغط أو تفرق اتصال بالبشرة مثلا، أي خلل بالعناصر الطبيعية الخمسة، أي خلل بعنصر التراب أو المي أو الهواء أو النار أو الأثير، هالخلل هذا وين عم بيأذي؟ لما بكون في زيادة أو نقص، مثلا زيادة بالنار، زيادة بالنار معروف، قلة النار يعني برودي كمان بتأذي بشكل كتير كبير. بتعرفوا انه حرق البارد بعد اصعب من الحرق الساخن. الضغط معناها نحن عايشين بعالم على الميزان ماديا. الاثير كيف نتألم منه؟ فضاء اثير، الاثير هو بمثابة الفكر. الأثير يعني عنصر لطيف عم يوصلنا بالأجسام الباطنية اللي فينا. الأثير كونه موصول بالفكر بطاقة الإنسان معناته هذا حامل معلومات، هالمعلومات اللي حاملها عم بتكون حجب للأنا الشخصي. العناصر اللي تحت الأثير عم بتشكل الجسم المادي، والجسم المادي ما تشكل غير بناء على معلومات أثيرية شكلت الدي ان ايه، اجت من موجات. الأنا كجسم مادي تعرض لأي عدم توازن بالعناصر الطبيعية، بالضغط، بالحرارة، أدى لشو؟ لألم. نقل نواقل عبر مسارات الطاقة. نفس الشيء الآن الإنسان عمل من هذه الأنا روابط عاطفية على شكل هذا يخصني، هذا ابني، هذا أخي، هي ابن جنسيتي، هذا صديقي. روابط عاطفية هي شو؟ شكلت غلاف عاطفي للأنا. وعمل الإنسان من خلال فكره كمان شو؟ حجب عقائدي. الإله اللي بخصني شكله كذا، اسمه كذا، مذهبي كذا، أفكاري العقائدي كذا، عملت أيضا غلاف. لما صار في غلاف إذن صار في أشكال متعددة للأنا، أشكال كثيفة معروفة بالجسم المادي، وأشكال لطيفة عميقة بعيدة عن تصورنا الواعي، اللي بيكون عنده رغبة بالتحرر، فكرة بالتحرر. معناها هو حل العقدة أو راس العقدة، وبدأ خيط النسيج اللي له الثوب اللي واضعه حول الأنا يكر بأسلوب أو آخر. فأثناء انحلال الخيط لفك نسيج الأنا بيصطدم بعقدي عقائدي أو عقدي عاطفي، بسبب في رباط طاقي. هالرباط الطاقي يعني بيكون فكرة عقائدية باللاوعي، أو عم بتكون رباط عاطفي.
هالرباط العاطفي على مبادئ الكارما دائن مدين، حتى لو بلا وعيك بيجيك شخص، حتى لو غريب بيعمل علاقة معك، حتى لو علاقة تجارة، وبيعمل مشكلة ألمية بهي العقدة الكارمية اللي ممكن يكون إلو ديني عندك بالسابق. قلة وعينا عم بتخلينا نتألم، ليش؟ لأنه هاي العقدة موجودة بداخلنا، ولحلها بيتسلط ضوء أو ضغط أو نار على هالعقدة لتحلها. فبالتالي اللي عم يتألم فينا هو الأنا بأشكاله اللطيفة الداخلية، يعني بالعامية منقول عم تنطعج الأنا. اللي ما في عنده أنا ما رح يتألم، ليش؟ اللي ما في عنده أنا صار هو بكل الوجود، مشان هيك بتجي عاد هالوسائل المؤلمة لتحل عنا العقد. يعني لما اجت الحالة السورية عنا عقد سياسية، القضية الفلسطينية نحن بصراحة عقدتنا، تمام، هي سبب عقدتنا بهذا المنطقة، عقدتنا، يعني نحن كأطفال نزرع براسنا انه ما في رب العالمين في قضية الفلسطينية. صحيح، كانت أهم شيء، يعني آلاف الساعات دراسي بالثقافة القومية الاشتراكية والوحدة والحرية والاشتراكية، وإضافة القضية الفلسطينية آلاف الساعات تاجروا فينا بالقصة. فهي العقد السياسية شو بتعمل؟ حجب أنا معين بنفس الأسلوب. هلق هذه هل 10 20 30 40 50 سنة الماضي، هي عقد سياسي معين فقط، هي عصر حديث. فقدي أنت معقد أيضا بعقد دينية بالمقابل. بالمقابل، والعقد الدينية على أخطر. يعني رب العالمين قمة بالجمال واللطف والبساطة والأحدية، روح لروح، الروح من أمر الرب، يعني عرفان معرفة إلهي. المذاهب والقائمين بغالبيتهم على المذاهب، والسياسيين اللي من القائمين على المذاهب عملوا عقد بهذا الحشد البشري. ليش العقد؟ بدهم شخصيات. نحن صارت واضحة الآن، اسمه عصر كشف الحقائق. الآن قائد سياسي معين بده غرض، حزب الفلاني بده أمر ثاني. شوف كيف بصيروا يجمعوا حشود، كل واحد عنده عقيدة معينة ضد الثاني. صراع الأضداد بالعالم الأفقي، صراع الأنوات، صراع الذوات. بالعالم العلوي اللي هو قمة الهرم ما في أنا، صار في نظرة العقل الشامل. نظرة العقل الشامل ما في أنا، لأنه العقل الشامل نظر لذاته أنه قادر يدير كل الأمور بدون صلة إلهية، خرج الموضوع من إيده، خرج العالم، تشكل له ضد. يعني هذا الموجب بداخله السالب، الإله بمجرد تشكل بالذات الإلهي فكرة الخلق، فكرة الخلق تشكل شو؟ العقل الكلي. إذا بتشكل، يعني مشان نفهمها، إذا بتشكل فكرة براسنا شكلنا قدر من الفكرة، خلال فكرة، فكرة. إذا بتشكل فكرة شكلنا قدر. الإله منظومي شامل، هذه الفكرة اللي تشكلت بالذات الإلهية هي بمثابة العقل الكلي، العقل الشامل. بداخل العقل الكلي اللي هو إشارة الموجب، في إشارة السالب اللي بنسميه مايا أو عالم الخداع، فكان الكون خارجي صار. بداخل الذات الإلهية فكرة الخلق كن فيكون، تشكل بلا زمان، تشكل العقل الكلي. إذا بداخل العقل الكلي بده يتشكل فكرة الأكوان، بمجرد ما تشكلت فكرة الأكوان خرجت من خلال مخترع
سموه المهندس الأعظم. المهندس الأعظم ما عاد هو الذات الإلهي، صار هو العقل الكلي المهندس الأعظم. احتاج هذا المهندس الأعظم مشان يخترع اختراع. القي لي نظرة على الاختراع، هالابتكار. مشان انت تبتكر ابتكار شو بتحتاج؟ اول شيء فكرة. فكرة، هذه الفكرة هي بمثابة العقل الكلي، هيولة كل شيء. وبتحتاج بعد الفكرة مواد للصناعة، فكانت العناصر الطبيعية تراب، ماء، هواء، نار. هذه العناصر مع المعلومات اللي بها تشكيلات معينة شكلت الأكوان من أصغر ذرة لأكبر مجرة. وكون المهندس الأعظم دقيق الصنع طالع بيرفكت، عالم تام، هو في ألم عميق جدا 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 بذات العقل الكلي. ليه؟ لأنه صار ذات متصل دوما، أما في عنده عالم خارجي انبثق منه اللي هو عالم مايا بيسموها آلهة الخداع، نحن نسميها بالعربية الضد، شكل الضد. الهند يسموها مايا، آلهة الخداع مايا هي السالب. من كثر قوة الضد بالعالم بطلت تصدق أصلا وجود شيء غير هالخداع. فنحن صرنا عاد كذوات مشكلين من العقل، كطاقات عليا بتمثلها شاكرا التاج، ومن مايا الخداع اللي من خلال شاكرا القاعدي عنا رغبة بتوسيع هذه الأنا بالممتلكات، الأموال والروابط والعلاقات والشهرة. فاللي علقان بالدرجة الأولى من الوعي بهذا المستوى شو أفكاره؟ أفكاره كيف بدي أحصل مال؟ كيف بدي أتجوز رجل ثري؟ كيف ممكن أشهر هذه الذات الحقيرة؟ صرنا نحن كنفوس بصراع دائم بين قوتين، قوة العقل وقوة الضد. الضد مشان نريح حالنا سمناه أسماء معينة خارج ذاتنا، الله يلعنه ويخزي فلان ليك، رغم هو موجود فينا بس مشان سهل الموضوع ما في أسهل انك تسبب شخص. فلان إبليس الله يلعنه هو موجود فيك انت بتسب. لو عرفوا الإله ما عبدوه، ولو عرفوا إبليس ما لعنوه. كل شيء موجود فينا، العبادة في محراب الذات. نحن أصلا من الغلط أنه نتجادل أو نتناقش حول الذات الإلهي، لأن خارج مجال النقاش. نحن فقط ممكن نتناقش بالمهندس الأعظم اللي هو العقل الكلي. العقل الكلي مش هو الإله، الإله منزه، العقل الكلي. ليش بنتناقش أو بنتذاكر؟ مشان نرفع الطاقة لمستوى العقل الشامل، تصير نظرتنا شمولية. شو بنستفيد؟ نستفيد بننفي الأنا، نبطل نتألم. لما بالنظرة الشمولية بينعدم الألم. طيب ما في ناس عم تمرض، الألم المادي بالنسبة للوعي والعقل الشامل بتصير يقول لحاله ايه بيستاهل، خليها الإبليس مني يتحطم الأنا اللي فيه، لأن كل واحد فينا ظاهر بهيئة إبليسية ومش حاس. شو هي الهيئة الإبليسية اللي ظاهرين فيها؟ هي الشخصية المادية، إبليس يعني المادي. منين هي الخلقة أجت؟ كمادي من شاكرا القاعدي، قوة الخلق. يعني نحن لما منكون فقط هذا الأقنوم المادي أبالسي، ولما منكون أفكار منحرفة عن الاتصال بنور العقل الشامل منكون شياطين.
صارت الطاقة اللي فينا إذا ما وصلت للعقل الشامل شيطانية، والمادي اللي فينا إذا ما كانت مربوطة بالعقل الشامل إبليسي. هذه هي الحقيقة. بمقدار انغماسنا بشرير بسموه شرير، جسم شرير، تصور سيد المسيح شو بسميه؟ الشرير، بس بيعبروا عنه خارج الذات. ليش؟ لأنه بعد وعينا وعي الطفل. الآن إذا بمسك الطفل وببدأ ولو عن مزح وبخه باتجاه أو خوفه بشي، بيخافه بصير يبكي، ما بيتخبل، بيلجأ لوسائل دفاع نفسي، إنكار، نكوص للخلف، في شيء بيتأذى. فمشان ما تتأذى وتنطعش هاي الأنا، إجت ما يسمى المعتقدات. المعتقدات إجت تعطيك رمزيات عن الإلوهة وكيف النظام الكوني، حتى بتسطح الأرض يعني. فالبساطة، لأنه صعب إنه العقل البشري يرتفع ليشوف من الفضاء الأرض إنها كرة، ما هو عايش على سطحها وعم يركض ويمشي سطح سطح، ما في عنده هالمجال يعني. هندسي فراغي ما في، بعد هندسي إقليدي مستوي ما في مجال. فلما بقولوا بعض الناس إنه الأرض مسطحة، ما فيش داعي كثير لنقاش وإقناعهم، ما في داعي، لأنه صارت عنده إياها عقيدة. بس اللي متفاجئ فيه من خلال اليوتيوب علماء، خلص لأنه القرآن الكريم نطق أن الأرض مسطحة على حسب تفسيرهم، تفسيرهم كمان يعني. كمان شوف القديم يعني، في مش إيمان، هذا الإيمان بحقيقته هو نظرة شمولية، هذه عقيدة، في تطرف بالعقيدة. تصور هذا التطرف العقائدي، شوف هذا كيف مبسوط. هذا أغاني حواسية ذبذبي بتحاكي انفعالات الجسم العاطفي بالمستوى الحواسي. ايه مستوى الحواسي بصير يهز مثل ما صار مخلوقات الزمرية. هالاهتزاز هذا بهز الطبيعة. ليش؟ لأنك أنت عم بتهز الأنا. هاي بسموها رقصة مايا، آلهة الخداع. ترقص بتصير تولد هذا العالم الحسي. عشان تولد عالم عقلي في موسيقات معينة، في تفكير منطقي باتجاه الشمولي. يعني المنطق إذا كثير تطرفنا إله كمان للجهة اليسرى من الدماغ، صار نوع من الأنا عبي يشكل العالم الخارجي. فأنت تصور قديش صعب التوازن. جرب اتعلم على يعني بدك تسوق دراجة هوائي، طفل بعده دماغه ما فيش هالتناغم. صحيح. انت قدي صعب ببداية التعلم هذا الموضوع. في اصعب منه هي الزلاجات او اللي بيمشوا فيها عجليد. بعد لما بصير في اتقان لهالموجة بين نصفي الكرتين المخيتين، بين الثقة الداخلية والخارجية، قد يعب يصير الإنسان مبدع، شيء رهيب. أما جرب أنت بالبداية في صعوبة. نفس الشيء مشان تدريب البشرية على النظرة الشمولية، كانت المدارس الدينية عم بتعلمك بشكل بدئي. مثلا تيجي شريعة نوح، بعدين نبي إبراهيم، نبي موسى، نبي عيسى، نبي محمد. بالتدريج يصير في تدريج، بيوصلوا لك معلومات عبر آلاف السنين، عبر آلاف السنين بيربوا النفس. وتصور في ناس بيقول لك ما بيؤمنوا بالتقمص أو ما بيعتقدوا بالتقمص، قال ما أشار القرآن. بتجي لتناقشهم بتقول لهم لا أشار بالآية الفلانية والفلانية، بيستنكروا. ليش؟ بشكل طبيعي يعني. حتى اللي عم يستنكر كروية الأرض يعني في شيء مبرمج عنده، هاي الأنا بحس بألم، ألم الشك، بفكر إنه هاي شرك بالله، هيك حسب عقلاته يعني بفكر هيك. قديش في نقص من النظرة الشمولية ومحدد الأنا، قديش في ناس عم تتألم حتى من هاي المستوى العقائدي. الشك ليش سهل؟ الشك صعب، بياكلك من جوا الشك.
فهي التربية الدينية اللي بتصير إذا لنفوز مع الزمن. صحيح أننا عم نتعلم بصفوف مدرسية اللي هي نفوس هالحيوات بزمان مكان وشكل وظروف، بس في شيء عم يوصل لللاوعي اللي فينا بالتدريج، ينمو بالتدريج مثل نمو الجنين بالتدريج. بلحظة معينة بصير في موجة الآن نحن فيها الآن هالعشر سنوات القادمة، هذه الموجة مترافقة مع اضطراب العالم المادي واضطراب أفكارنا واضطراب علاقاتنا ومشاعرنا، هي عبارة عن حالة اختراق للأنا بكل حجبها، ويريد فقط مشاعرنا واضطراب رهيب رهيب بمعتقداتنا. بيطالعك أكثر شيء نحن كمجتمع إسلامي، بيطالعنا الفقهاء والعلماء والمسلمين، انتبهوا إنهم يريدون منكم أن تنحرفوا عن دين الله. لك ما أنت المنحرف يا رجل ومش حاسس بحالك. إنهم يريدون منكم أن تتركوا كتاب الله، ولك ما أنت اللي تاركه ومش حاسس، يعني أنت مفكر حالك إنك متشبث فيه، ومفكر حالك بتعرف رب العالمين، ومفكر حالك موضوع. آخر شيء بيتبين إنه المتبجحين باسم الدين هم أكثر الناس بعدا عن حقيقة الدين، عاملين شو أنا عقائدي. ومين اللي بيستلهم الحقيقة؟ الناس البسطة اللي مش بالضرورة يكونوا معقدين. ليه هذوك ما نجحوا وبينما الناس البسطة نجحوا؟ هذوك لأنه في غلاف أناني عقائدي، بدوا حروب وكوارث، وبدوا اختراعات علمية تناقض أفكارهم المحدودة. طيب ما القرآن الكريم نطق ونطق ونطق، بس الخلاف على التفسير، نطق بكذا. بالعكس شوف التفسيرات قديش هي مقزمة رب العالمين، مقزمة الدين. ليه؟ لأنه هاي الأنا بتحب إنها تتحجب بصور معينة، لأو بتلجأ لفقهاء التاريخ المزور، اللي إذا نحن بعصر العلم والعلماء وهذا الانفتاح الرهيب بكل شيء بكل شيء، ويعني ها بصعوبة عم نفهم بعض النظريات الفيزيائية اللي عم بتناغم الحقائق الروحية. كيف اللي من 1000 و2000 سنة هذول كيف كانوا؟ يعني في أحاديث بتنزع سمعة الرسول إذا بتتناقل الأجيال عن الشمس، كيف إنه بتنزل لتحت كرسي العرش ما بعرف شو، بعدين بشوطها بترجع من الشرق. مهم إنه أحاديث بتسيء للذات الإلهية، بتسيء للرسول، بتسيء للمسلمين، ومع ذلك إذا بيسمعوني الآن بحكي هالكلام بيكفروني. ليش؟ لأنه هاي اسمه طعوجة للأنا، يعني هاي وخزات وخزات رغم انهم هشين من جوا دكتور، هشين كثير، هشين كثير سهل اقناع الاخلاق وكذا، يعني مش هشين. اذا جيت للواقع المسلم الحقيقي ما بيخاف، والمسلم الحقيقي ما بيكفر حدا، والمسلم الحقيقي ما بيؤذي حدا ولو بالفكر، هذا المسلم الحقيقي. اما المسلم غير الحقيقي، وعمم على كل الاديان مش بس المسلم، عاد الغير حقيقي بتلاقيه لانه متصلب، بصير عشوائي، وهالعشوائيه بتعمل له الم كثير كبير، وهالالم لعل انه يرجع يعاد تشكيله ينمو من جديد. معناته السؤال كان عن الانا، يعني في ناس من كثر الايمان اللي عندهم بصير مبدا التسليم لدرجه انه كل شيء باراده رب العالمين، في عندهم مبدا هو فوق الأنا الحقيقة ومبدأ فعال جدا. قال أنت مفكر حالك قادر على أنك تعمل أي شيء، عمليا أنت ما بتعمل شيء، كل شيء يحدث حدوث، يحدث حدوث تلقائية. فمن هالمنطلق ممكن الواحد إذا كان عنده هالقوة من التسليم وكل شيء سيحدث حدوثا أن يحصل معجزات بحياتي.
بس نظرا لانه نحن مبرمجين ومش قادرين لانه ننسجم مع هاي القوة الفعالة، في عنا 1/10 مليون نستخدمهم بمنطقي. فمشان هيك منحاول نحافظ على سلام داخلي دوما وعدم تعلق، واعتبار اي خسارة هي فدية عن كثير اشياء، يعني في محاكمات داخلية مع سعي بالعالم الخارجي بما يقتضيه مقتضيات هذا الجسد من خلال لعبة شطرنج، وكأنك انت عم تلعب لعبة شطرنج. يعني بتصير انت تفعل القسمين، هي اصعب من انك انت تسلم بشكل داخلي. بس مشان تسلم بشكل داخلي بشكل فعلي بده يكون عندك قوة روحية، وبده يكون في عندك عدم استكانة، فبصير الموضوع صعب، التوازن صعب. لابد ما انه الواحد يقع، بصير يقع بمبدأ الاستكانة او الخنوع. فمشان يكون درس للآخرين كونه بعالم مادي ولازم يحترم هالواحد من 10 مليون بالعالم المادي، بيسعى جهده، وإلا المحيط بده يتهمك بالتقصير، بده يصير في عندك أذيات واختراقات أخرى. فلازم الواحد يبذل جهده بيرد الألم عنه، لازم يبذل جهده. إذا ما بذل جهده بيكون عم ينكر هذا الوجود المادي. نكران الوجود المادي وكأنك بيكون أنت ما نجحت بقوانين هذا العالم المادي. قوانين العالم المادي قوانين منطقية، ففي عنا علم، في طب، في محاكم، في قضاء، في 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 كثير قضايا بيقدر الإنسان ينفذها. أما شو اللي بينفعه أنه يظلوا بسلام داخلي وما يؤذي. يعني بالرغم أنك متأذي أنت مظلوم، عم تحاول أنك ما تأذي عدوك، السارق، النصاب، دوما عم تحاول. فهي نفس كثير واسعة وقوية، أنت بتكون استخدمت الجانبين القلبي والعقل، والتناغم بين القلب والعقل هي عرفان.